معانا عبر الهاتف الآن الزميل العزيز أستاذ أدم الشرقاوي، صحفي مصري في السعودية. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. أهلا بك أستاذ كريم، وأهلا بكل السادة المشاهدين، وسعيد بالتواجد معك. مباراة النهاردة مباراة كبيرة بين النصر والهلال، مباراة يعني استحوذت علينا جميعا والجميع في الوطن العربي شاهدوها، مباراة كانت تليق بالنصر وبالهلال، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. كيف شاهدت هذه المواجهة؟ بالفعل يعني مباراة كانت كبيرة، أولا بين اثنين مدربين كبار سواء الأرجنتيني دياز أو الفرنسي رودي جارسيا، كذلك من نوعية اللاعبين المتواجدين في كلا الفريقين، خاصة من تألق كبير لتاليسكا في هذا اللقاء وعودة النصر في النتيجة مرتين. لكن على جانب آخر النصر لم يستغل الغيابات المؤثرة في الفريق الهلالي، خاصة راني وسلمان الفارس الثنائي المنتخب الغائبان منذ كأس العالم في قطر 2022، كذلك إصابة محمد البريك الظهير الأيمن الأساسي للفريق في الربع ساعة الأولى، عدم ظهور سالم الدوسري بحقيقة إمكانياته رغم تسجيله هدف في هذا اللقاء. لكن عموما يحسب لرودي جارسيا ولفريق النصر العودة في النتيجة مرتين خلال اللقاء، وكذلك الإطمئنان على عدد من النجوم المميزين. يعني الحديث كان هنا على أن بيتي مارتينيز النجم الأرجنتيني لفريق النصر ربما يغادر أسوار العالمي في فترة الانتقالات الشتوية، لكن مستواه المميز في الشوط الثاني جعل الجميع يطالب ببقائه حتى في حال التعاقد مع كريستيانو رونالدو. النصر قول لي بقى حكاية كريستيانو رونالدو هي واقفة فين دلوقتي، أو الكلام عن إيه؟ بالفعل يعني بعد المباراة الجميع توجه إلى رئيس النادي النصر مثلي المعمر لسؤاله عن حقيقة المفاوضات مع كريستيانو رونالدو. رفض مثلي المعمر الحديث عن الموضوع وقال ننتظر حتى فترة الانتقالات الشتوية، كذلك هو نفس رد المدرب رودي جارسيا. لكن المعلومات هنا أن الاتفاق المبدئي مع ممثله لاعب كريستيانو رونالدو تم بالفعل، اللاعب متواجد الآن في مدينة دبي الإماراتية للاحتفال بأعياد الميلاد رفقة أسرته هناك في دبي، ومن المنتظر أن يأتي اللاعب يوم حسب الأقاويل أنه سيأتي إلى الرياض يوم 3 يناير المقبل لتوقيع العقد الرسمي مع نادي النصر في صفقة لمدة عامين ونصف حتى صيف 2025. سيحصل في الموسم الواحد على 175 مليون جنيه استرليني، فيما سيكون أيضا كريستيانو رونالدو فرصة استثمارية كبيرة جدا للسعودية التي تنوي أن تضع كريستيانو رونالدو بعد نهاية عقده مع النصر لمدة 5 سنوات أخرى سفيرا للملف المشترك بين السعودية ومصر واليونان للتقدم بطلب استضافة كأس العالم في 2030. اليوم ممثل كريستيانو رونالدو في أحاديث للصحافة الفرنسية نفى العرض المقدم لكريستيانو من نادي مارسيليا الفرنسي، ويبدو أن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الحضور إلى الرياض ليكون نادي النصر هو الفريق الأخير له في مشواره الكبير. الزميل أستاذ أدهم الشراوي الصحفي المصري في المملكة العربية السعودية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات.